نرجع للتليفون التاني. كابتن رمضان السيد، سلام عليكم. كابتن رمضان، تحياتي ليك يا عبد الناصر، وتحياتي للكابتن خالد كامل والاستاذ ضياء دمك بس عليك. تحياتي ليك يا كابتن رمضان. ربنا يخليك. الله يخليك يا استاذ، الله يخليك حبيبي. يعني عايز اقول لك دايما توقعاتك في الجون، فقبل التوقع رؤيتك ايه للمباراه يا كابتن رمضان؟ رؤيتي للمباراه يعني انا يمكن متفائل بحاجه الحقيقه مش شايفها من امبارح للنهارده. الجمهور، جمهور النادي الاهلي، جمهور مصر عموما، اعتقد انه هيروح جمهور من كل الانديه يعني. صح. لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه يعني في اقبال شديد جدا على التذاكر، واعتقد جمهور النادي الاهلي بيعتبر اللاعب رقم واحد في اغلب البطولات يعني، فهيبقى مساند بشكل كبير جدا، وهيفرق مع النادي الاهلي وتيم النادي الاهلي حتى في المرحله اللي هو فيها حاليا دلوقتي، هيفرق معاه طبعا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحقق انتصار كبير بكره ان شاء الله باذن الله. طيب توقعاتك بقى يا كابتن؟ يعني توقعاتي زي ما بقول لك، النادي الاهلي اولا عنده خبرات لعيبته في لعب النهائيات الحقيقه، خبرات الجهاز الفني، خبرات مجلس الاداره، اعتقد ان انا متوقع ان بكره ان شاء الله النادي الاهلي ممكن يعمل نتيجه ايجابيه ونتيجه كبيره كمان، ممكن يعمل 2-3 اهداف. انا متوقع مع الاستاذ ضياء دمش 3-0. والله انا معاك يا عبد الناصر الحقيقه، ومع الاستاذ ضياء حبيبي، استاذ ضياء من الشخصيات الجميله الحقيقه. ربنا يخليك يا كابتن، والله دايما اللي بستنيه بيك دايما. خلي بالك، بص بقى، بدل ايدنا توقعاته 90% ربنا بيكرم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كابتن رمضان في الجون يعني، انا تابعته كذا مره. من اهل الخطوه يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا كابتن رمضان، شكرا جزيلا كابتن رمضان السيد، وبالتوفيق للنادي الاهلي. طيب قبل ما نستقبل كمان عندي تليفونات كتيره جدا، خلينا نقول بعض الحاجات. كارديرون وجهه نظره ايه؟ معانا كارديرون في المؤتمر الصحفي، ولكن اسال الاستاذ خالد، يعني بخبرات السنين وكمعلق شهير